تحيه الى روح صغير ولاد احمد. اليوم باش تكون الجنازه نتاع صغير ولاد احمد، وان شاء الله نساء تونس، نساء بلادي، نساء ونصف يمشيوا يحضروا في الجنازه هذه ويمشيوا يودعوا شاعر تونس، شاعر الخضراء صغير ولاد احمد. هكا ولا وهي شاعر كان مرتبط بالحدث الاجتماعي منذ مده طويله، زاد شاعر كان كاتب صحفي وكان عنده معناها مقالات مهمه. هو شاعر عربي تراس بيتا للشعر، ما تنساش 93 بيت الشعر هو كان هو الرئيس نتاعو بعد شادي فضلي المزغني، وكذلك معناها عنده قصائد، عنده خرجات غريبه، يعني مش كل قصائده فيها وهكاك لو جيني سي توجور كوم سا معناها سي انت حتى بالقسم الشابي شوف بدايه قصائده تبدا قويه ياسر وما تنتهيش بنفس القوه، وما كذلك عنده سعة اطلاع وحب للاطلاع على عديد على الادب العالمي خاصه وعلى الفكر الفلسفي وغيره. نتذكر مره انا هو وحسون المصباحي وكان معنا شاعر واديب اخر تونسي توفى اسمه رضوان الكوني العلم في ملتقى العام 2010 في نفطه في الكربين تاع نفطه بمناسبه مئويه 2009 2010 مئويه بشير خريف انذاك، وحكينا على ابو ليوس ابولي وهو معناها استغرب وكان يحب يقرا ياسر معناها حاجات ما كانش يقرا بلغات اجنبيه ياسر، لكن كان يحب يطلع وعنده قصائد مفصليه معناها حاجات يقولها تبقى، وهذيك لو جيني دو سارتان زوم. ثم شعراء هو شعر كبير، اما ثم شعراء مقلين مثال، لكن يبقى الشعر نتاعو كما ثم ادباء مقلين. المسعدي باغ ما كانش مثلا كان مقلا ولا باغزومبل البير كامو. البير كامو معناها كان صحافي اكثر منه مني بون ام ديتار يكتب لك انه سيتي با كيما سارتر، سيتي با كيما سارتر اللي يسميوه الكاتب النحري اللي يكتب ياسر فهمني كي معناها طاهر بن عاشور رحمه الله عليه، لكن شاعر عظيم وعنده كذلك كان يعيش بجوارحه وكان عايش جبت البير كامو معناها فما جوز كتب على الاقل قد ليترونجي وقد لا بيست او موان ليترونجي سي لو ليفر لو بلو لو دون ليستوار اكزاكت اكري دون ان ستيل تري سامبل معناها aujourd'hui ma mère est morte ou peut-être hier déjà me libre c'est quelque chose de c'est frappant qu'est-ce qu'il fallait faire Ferdinand Céline a écrit de grands romans mais très peu de romans quand même en fin de compte où l'adib ou cher mahouchi une opération il y a un nouveau al-junoun ou il y a un nouveau كذلك تعرف اجمل الاشياء هي التي يوحي بها الجنون ويكتبها العقل. العقل معناها كل من يكتب الادب يعرف هذايا. دونك ثم حالات ثم نيتا بويتيك يسميوها يوصلوا ناس معينين ويقولوا اشعار هكا، وهو زاد معروف انه انسان ناظر ضد الاستبداد، ناظر ضد التكفير، ناظر ضد الانغلاق، ضد التعصب، حبوا كان ديما ضد السلطه، حبوا يقتلوه، حبوا يضربوه، حبوا يعملوا له اشياء عديده في حياته، لكنه معناها في الاخر جاته راحت الموت وتعبت اسبوع ومن بعد مات الله يرحمه، لكن يبقى في الذاكره الجماعيه، يعني في الذاكره الجماعيه نتاع التوانسه يا توجور دو شوفاليي طالعين سوغ ان ديستري بلون ويقعدوا ديما يجريوا في المخيله نتاعهم ويجريوا في الوجدان نتاع التوانسه وفي عقول التوانسه، منهم علي الدعاجي، منهم بالقاسم الشابي، ومنهم سعيد ابو بكر، ومنهم منور الصمادح، ومنهم كذلك معناها صغير ولاد احمد، ومنهم اللي مازالوا احياء وزاد كتبوا قصائد حلوه ياسر كما ادم فتحي ولا غيرهم. معناها ثم احنا خاطر باش ننظموا كان باش نجبدوا خاطر ثم شعراء ماتوا ما يعرفوش ما يعرفوهمش زاد الناس وماتوا وليس ادل من منور سمادح اللي موس منور سمادح معناها منور سمادح حتى كيلكو شو دو فورميدابل زاد كيف كيف منور سمادح من نفطه هو وشاعر وصغير وسمع بورقيبه يحكي في الاذاعه مره ومشى واستبناه بورقيبه ومن بعد صارت المشكله في الستينات ومن بعد معناها هبلوه ودخلوا خلاص في الحله وصار فيه مسار وكنا احنا صغار مات في بداية التسعينات في شهر رمضان نتذكر من عاشي 99 حاجة هكا جو سوفيان بيان مات في الفترة هذيك وحنا نعرفوه كنا صغار كانوا معناها يقولوا له هذاك هو منور السمادح عجب هذاك هو منور السمادح هذاك اللي كاتب حيوان أنت لا تفقه معنى الكلمات الكلمات هو الكاتب كيف كيف شيء اللي خير عملي معناها شوف الله يرحمه صغير ولد أحمد بنته شنو اسمها بنته بنته اسمها كلمات كلمات هي كلمات كلمات ولاد احمد هكا معناها تبقى شوف تقعد بنته اسمها كلمات مرته يرحمها زهور بنته كلمات اسمها كلمات يعني شيء رهيب تعرف كيما تعرف
يافي ان جران انتلكتويل في اوروبا عاش في فرنسا في 13 سيكل جو كروا اللي هو ابيلار وابيلار حب الويز وحب كان ممنوع وجابوا طفل اور مارياج شنو سموه؟ سموه استرولاب استرولاب سي دونجو دافوار ان بابا ولا يو مامون كي سوا دي بويت ولا دي انتلكتويل كبار دونك دونك كلمات زاد ظهور اللي هما عز الناس ليه بيان سور وثما ناس كذلك كتبتو امل موسى مؤثر جدا الى ظهور حتى لما مش نجيب لنا عزيك خاطر ما ماتش وانت قتلها اكبر تو نقراوه من بعد احنا بعد 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 سويت اون فيت تو فا اون فا روندر هوماج اون فيغ مزور افيك نو انفيتي اللي باش يتكلموا على الاقل على باش يتكلموا ويحكيوا على صغير ولاد احمد. على كل حال احنا مكملين حديث هيك نرجعوا شويه للسياسه سفيان قبل ما نخرجوا مع وزير الداخليه البارح سي الهادي مجدوب في جلسة استماع في مجلس نواب الشعب قال بأنه 80% من مع الشكاوى التعذيب هذه هي ادعاءات كيدية. قال احنا قاعدين نحق واحنا رانا مانيش معناها ساكتين عليها الحكاية. وقال اليوم ظاهرة التعذيب في مراكز الإيقاف موجودة ولكن نحاول أنه ننقصوا منها. الكلام الأهم اللي قاله قال كل من أخفى وثائق ومعلومات حول قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه. وقال بأنه اليوم وزير الداخلية نجم ما عندوش كل التفاصيل ولكن باش يحمل مسؤولية كل عن يعني لكل من ستكشف عنه الأبحاث. أي هو قال يقول سيء هذا يسمى التسويف. التسويف سيء 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 هو عنده المعطيات السيد وزير الداخلية. بريميرمون ساعة أنت لازم تعرف المعاهدة الدولية ضد التعذيب هي سي كونفونسيون انترناسيونال كونتر لا تورتور اي اوتر تريتمون انومان ديغرادان انومان يعني والمعاملة المسيئة والمهينة أو لا إنسانية اوتر تريتمون انومان ديغرادان يعني التعذيب مش لازم تشد واحد تقلع له ظفره تنجم تسبو تعطيه كف تنجم تقول له في القاعة تنجم تخليه في سيلول مربوط يعني بكل صراحة تعويم زاد ثم ياسر ممارسات مازالت موجودة اللي هي ضرب من ضروب التعذيب. يا أخي أندرياس بادل يقول لك وينهوف باش قتلوه باش انتحروا سايلنت روم معروف حطهم دون سيلونس ابسولو يعني سي اون مانيير دو توي كيلكان الى جون بريفي كيلكان دو بروي. تتصور الانسان تحيلوا الحلم ولا تحيلوا الحس؟ الحس احنا نقولوا الحسوس الحسوس فهمتني وحتى المعنى هو جاي من الحس بالسنس سايلنت روم معروفه تم تعذيبهم في المانيا باب هذاك. دونك كي تقول ما ثماش تعذيب والتعذيب بالنسبه ليك واحد شاد تسترا ويقص في صبعه ولا شاد كلاب ويقلع في ظفر ممكن فهمتني اما ثم تعذيب اخر وثم معامله لا انسانيه ومهينه وماذا به السيد وزير الداخليه يراجع جوستومون لا بانوبري وتونس من البلدان الممتعه لهذا من وقت بن علي لا كونفونسيون انترناسيونال كونتر لا تورتور اوتر تريتمون انومان ديغرادون فهمتني نسيت بالضبط انومان ديغرادون نسيت معناها ثم كلمه اخرى فهمتني تو نشوفوها تو الحاج جوجل يعاون شويه معناها وزيد اكثر من هذا ثم تتبعات قال كان ضد سنين باهي ماذا بينا يحكي لنا زاد على الاموات المستربه داخل الاقبيه نتاع الداخلي ماذا بينا فيما يخص قضيه الشهيد ابراهيمي وشهيد بالعيد لانه وزاره الداخليه امبليكي ديريكتومون باعتبار وانه السيد عميد المحامين انا ذاك سي شوقي طبيب بعث له وقتها شكري يرحمه رساله وقال له راهو يتبع فيا وجماعه مشبوهين كنت شوف فيهم حتى في النظام السابق وغيره وبعث هو رساله للسيد وزير الداخليه سيد وزير الداخلية لم يحترم السيد عميد المحامين انذاك ما رجعش عليه هو لانه ثم توازن السياق والاجراءات لو باراليزم دي فورم احنا في الاسلام نقولوا اذا حييتم بتحية فرد تحيوا باحسن منها او ردوها يعني على الاقل ما دام سلم عليك سلم عليه خلوا سلاما واحتراما سيد الوزير وحيتكم ما ردش عليه رد عليه واحد اخر قال له ثم شو منها الحكايه من بعد تقول سنتخذ سنتخذ لا بلوبار قالوا سنتخذ معناها فهمتني مسألة التسويف هذه التسويف دونك نراو انه فهمتني فوالا يوتر تريتمون معناها لا كونفونسيون كونتر لا تورتور يوتر بين او تريتمون كرويل فوالا اون هيومان ديغرادون اون ديغرادون معناها ثم كرويلتي اللي هي مش بالضروره تنجم تكون لا كرويلتي حتى منطقه عند الامريكان فوالا اون هيومان ديغرادون حتى ديغرادون زاد عندنا قيمه دونك ماذا بينا انه باعتبار تونس ممضي على هذه الوثيقه وانه يعطينا هل انه ثم كان زوج حالات اللي حكى عليهم نتاع تريتمون كرويل اون هيومان وديغرادون
بصراحة خلينا نحكيو فيهم هذوما، معناها يفو كوفي لابسين فركوا لمين احنا نقولوا، خوش نفقعوا حاجة أخرى، أما نقولوا فركوا لمين نحكيو على الصباح. دونك المنتظر هذه نعتبره أن وزير الداخلية الإجابة نتاعه ما كانتش مقنعة، وكذلك سوف وليست لدي كل المعطيات، حكاية فارغة. هو يعرف وعنده تيروار ويجبد به البراهمي توقع الأورجانيجرام والأشخاص كما شكري بالعيد. دونك يزيونا بربي من الضحك على الذقون. نعملوش كيما وزير الداخلية الأسبق. غواصة هي عمل لجنة هو شهير شنو غواصة؟ شهرت في بن جدو معناها هو اسمه الحقيقي غواصة، غواصة اش عمل؟ تدخلوا حتى لدار لا ما قالش نعمل استراتيجية قال باش نعمل يا سيدي اي لا وقال يا سيدي باش نعمل الكوميسيون دونكيت والكوميسيونات اللي عملها الكل ما نجحتش ولو 13 سبتمبر 2013 قال باش نعمل كوميسيون على سي الشهيد البراهمي لا يرحمه وينعمه ما صار حتى شيء وكذلك الحكيم معناها القاتل ابو بكر الحكيم يعني ماشي مشاو له للدار وجاه تليفون قالوا بلا اهرب وهرب ودقوا عليه معناها الجماعه لقاوه انصبت مهرب قالوا له باش يجيو يشدوك وخرج ما قال في جريدة لابريس وذكر فانا ذكر تنفع المهمية لا ديسون دو لا ريبتور دو جون بحث جامع البدر ب معناها في حي هذاك الغزالة ومن بعد ايامات ما ثمش بوكلاج ما ثمش تمشيت وغيره الحكيم هو اللي يقتل من نفس الموقع هو الصومالي وغيره دونك يا فيد اذا كنت ثم الناس الداخلية امبليكي ديريكتومون في الحكاية ما نكذبوش ما نغطيوش عين سبب غربال ثم ناس امبليكي وثم ناس عندهم المعلومه ثم ناس وقال تطبيق بول وناس عقدت التليفونات وناس خطت وناس قالت للعدو قالوا له من الداخليه تكلم يقول الطاغوت جايك هو من الداخليه كيما موجود هذا دونك الحق انا كان سكت لو حج شنو حبيب السيد هاكا سمى واحد قلت انا بدون مخالب هو محترم كشخص وغيره ولكن تصريح كما هذا يبين وانه قاعد يضحك على ذقون العباد انا مذهبيه كان الاجابه نتاعو كانت على لا تورتور ولي تريتمون كرويال اون هومان اي ديغرادون التعذيب والمعامله اللا انسانيه فهمني والمهينه وكذلك اللي فيها نحكيو على الاقل على قضايا الراي العام نحكيو على قضايا الحق العام يعني ما نحكيوش على القضايا الارهابيه قضايا الارهابيه نحكيو على القضايا كل التعذيب يا اخي كان في قضايا الهبيه لا نحكي لك على احنا نحكيو مع البخانسي بتاعنا هو هذا بيان سور هو التعذيب مطلق يعني انسان جاب شيخه بس برد وعملت له ممارسه مهينه ولا انسان جاء في خلاف مع انسان عملت له ممارسه مهينه تتحمل مسؤوليتك قضايا اما قضايا الهبيه هذيك حاجه اخرى فوالا وحتى قضايا الهبيه لا يجوز التعذيب فيها التعذيب وتريتمون اون هومان ديغرادون كرويال لا فهمتني اما احنا ماذا بينا الاجابه كانت مستفيضه وما يقولش معنا كان زوج حالات ونحق الكل كذب وافتراء وغيره دونك هنا السيد الوزير انت سكت ياسر كلام تو مرتين ولا ثلاثه باش نسميوك الوزير لاغاف كيما غاستون لاغاف فهمتني على خاطر مش معقول اللي قاعد تقول فيه والناس الكل تعرف شنو قاعد يصير دونك سور سو بلون معناها ماذا بينا وكذلك ما دام تجبد القضايا نتاع الشهيد البراهيم وغيره نذكروا ونقولوا لك اللي عندك معطيات وتعرف العباد في قضايا الشهيد وتقول انا ما عنديش قضايا الشهيد شكري ما تقولش ما عنديش معطيات عندك معطيات ومعطيات حتى مغدره ولا ادل من قضايا ختم البحث اللي عملته دائره الاتهام وفيه معطيات حول وزاره الداخليه وحول عديد المسائل دونك دو سو بوان دو فيو ان نعتبر ان الوزير كلامه مردودا عليه باعتبار وانه من باب التعويم في 30 سكوند نور الدين بن تيشه مستشار اول لدى رئيس الجمهوريه مكلف بالعلاقه مع مجلس نواب الشعب والاحزاب السياسيه شنو رايك فيها؟ لا ابن تيشه ابن اوى ابن اوى نعم في الاخر أيه. هو لو كان سميه مستشار سياسي خير معناها في المطلق ايه هو مهفل معناها مستشار مكلف بالعلاقات مع مجلس النواب والاحزاب السياسيه بون ابن اوى يعني البري قال سبسي ماذا قلنا له اسد الهرم قال صافي سعيد اسد الهرم يقول قد تعمل ذياب قال لا انا السلاح ودير بيا نعرف ولكن كنت صغير كنت كيفاش قال في الفحص قال كنت في الفحص وكي يجي معناها البولاشكا تجي ويجي يقف هو في وسطهم الحصنه والواحد ويبدا هو واقف في وسطهم ويقفوا يتلموا به يدور ولا هاكا وماذا به ابنه اوى يبدا يدور معناها حتى هو يدور حول الحلقه ككل دونك البشبوج جاب حذاه ابنه اوى وان شاء الله مبروكين على بعض ان شاء الله مبروكين ربي عقد احسن لهم قال اللي بيعرف